علمت شوف تيبي من مصدر قريب أن المصالح الأمنية وقفت يومها الجمعة البلوجر الملقبة بسكينة جلامور والمدعوية أليف مالك مقاهي الشيشة بمدينة مراكش، وذلك على خلفية التحقيق الذي تم فتحه بخصوص ملف حساب حمزة مون بيبي. وأوضح المصدر ذاته أن الحملة الأمنية مكنت كذلك من الإطاحة بصاحبي ملاهي ليلية بمدينة مراكش، مشيرا إلى أن التحقيقات متواصلة من أجل الإطاحة بمشتبه فيهم آخرين. تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية أوقفت أمس الخميس شخصين يشتبه في علاقتهما بملف حمزة مون بيبي، ويتعلق الأمر بمراسل صحفي وشخص ملقب بمول فراري.